وللوقوف أكثر على تزايد الانتهاكات الصهيونية بحق الفلسطينيين والمقدسات في فلسطين المحتلة، ينضم إلينا محمد القيقة، الصحفي والمحلل السياسي الفلسطيني، عبر الهاتف من الضفة الغربية المحتلة. أهلا بك سيد محمد. من جديد يقتحم مستوطنون صهاينة باحات المسجد الأقصى وبحماية من شرطة وجيش الاحتلال الصهيوني. بما تفسر تزايد الاقتحامات من قبل المستوطنين الصهاينة خصوصا في الفترة الأخيرة؟ نعم، هذا الاقتحام وهذه السياسة المتصاعدة تقودنا إلى النية المبيتة التي باتت تتحدث عنها بعض المجموعات الإسرائيلية المتطرفة حول هدم قبة الصخرة. الحديث كان يدور سابقا عن النوايا المبيتة من قبل هذه الجماعات المتطرفة حول التقسيم الزماني والمكاني وحول الاقتحامات. الاقتحامات باتت روتينية وشبه يومية، وبات هناك ساعات يدخل فيها المستوطن إلى المسجد الأقصى المبارك تحت حماية الاحتلال، وبات هناك الكثير من الأوقات يمنع الفلسطيني من الدخول للمسجد الأقصى، ناهيك عن منع الفلسطينيين أصلا من أهل قطاع غزة والضفة الغربية من دخول المسجد الأقصى منذ عقدين ونصف من الزمن. لذلك نتحدث الآن عن مؤشر خطير مدعوم رسميا من قبل الاحتلال، خاصة على الضوء الأخضر المعطى رغم أمريكيا. سيد محمد، هل لتطبيع عدد من الدول العربية مع الكيان المحتل والتي كان آخرها توقيع السلطة العسكرية في السودان على اتفاق التطبيع، هل لهذه الأحداث دور في زيادة الاقتحامات ولتثبيت التقسيم الزماني المزعوم والمتحدث عنه؟ من الناحية الأمنية والعسكرية طبيعي جدا أنه في حال تسوية الملف السياسي مع أي خصم أو أي طرف قد تشك أنه يهددك، طبيعي جدا أن تدخل إلى مرحلة التخطيط التي تريدها وحلمك. الإسرائيلي كان سابقا يرى في الدول العربية أنها كلها تريد تطبيق القوانين الدولية لإحقاق الحق الفلسطيني. بعدما ذهبت وتجاوزت المبادرة العربية التي أطلقت في قمة بيروت 2000، هذا الأمر جاء خطير جدا، بحيث أنه قدمت علاقات التطبيع على أي ملف تسوية للقضية الفلسطينية. هذا يعطي مزيد من الراحة الأمنية والميدانية للمستوطنين والإسرائيليين بشكل عام لتنفيذ مخططاتهم، خاصة أنها باتت هذه الدول محط حياد على أقل تقدير، إن لم نكن أنها باتت في صف الاحتلال. طيب، بالتوازي مع الاقتحامات المستمرة لباحات الأقصى، تجري على قدم وساق كما تعلم عمليات بناء استيطانية. إلى أي مدى ترى أن المشاريع الاستيطانية تأتي بتوافق مع الخطة الأمريكية من أجل ما يسمى إحلال السلام أو صفقة القرن كما تسمى؟ ميدانيا صفقة القرن تمضي بطريقة متسارعة، تحديدا في الشق الجغرافي الخاص في الضفة الغربية. نتحدث عن معادلة الضم التي غردت بعض وسائل الإعلام على أنها ألغيت، وهي في حقيقة الأمر لم تلغى، وحتى أيضا لم تجمد. والواقع يقول أن هناك حالة من التسارع في شق الطرق الرئيسية المتوازية في الضفة الغربية لربط المستوطنات وكذلك الأغوار، وكذلك حالة الخنق المتزايدة للتجمعات الفلسطينية التي هي تعتبر ضمن خطة الضم تجمعات فلسطينية وليست دولة فلسطينية مستقلة. طيب، إذا كان الاستيطان يعني مثلا يأتي ضمن صفقة كوشنر أو صفقة القرن، فماذا أو ما الذي ربحته السلطة الفلسطينية من عمليات الاستيطان هذه في المقابل؟ هل حققت السلطة الفلسطينية شيئا؟ حتى اللحظة السلطة الفلسطينية لم تكن لديها أي سيادة أو أي تأثير سياسي، وحتى إن تحدثنا بشكل أوضح عن الدبلوماسية فهي حصدت ما نتيجته صفر في الملف الدبلوماسي الذي قالت فيه سابقا أنها جندت العالم لحصار إسرائيل ولإحراج إسرائيل، فإذا بالعالم وحتى بعض الدول العربية تأتي لصالح إسرائيل. لذلك على السلطة أن تعيد النظر في سياستها الماضية الراهنة بأنها ستكون فقط كل وسائلها عبر طاولة الحوار. لا يمكن للإسرائيلي أن يبقى
في المعادلة الطبيعية إذا بقي يتلقى هذه التطمينات من الجانب الفلسطيني، وهذا أيضا يقودنا إلى أن يكون هناك قرار وطني مشترك ووحدة وطنية حقيقية بعد هذه الخيبة وخيبة الأمل من اتفاقية أوسلو التي مر عليها 30 عاما دون أن تنجز، وفقط ما أنجز هو استيطان وزيادة عدد المعتقلين وزيادة عدد الشهداء وحصار غزة ونزع القدس من الضفة الغربية وبناء الجدار ومزيد من التضييق حتى الدبلوماسي والسياسي لطمس الهوية الفلسطينية، وهذا أمر مرفوض. وجب على الجميع إعادة النظر كي تكون هناك وحدة وطنية حقيقية على ثبات مشروع المقاومة. الصحفي والمحلل السياسي الفلسطيني محمد القيق، كنت معنا عبر الهاتف من الضفة الغربية المحتلة، شكرا جزيلا لك.